الثنائي احمد علي وعبد الله السعيد غابوا عن قائمه بيراميدز اللي هيقابلوا انوجو رينجرز النيجيري في اولى جولات دور المجموعات في الكونفدراليه يوم الاحد الجاي. القائمه اللي اختارها سيباستيان دي صابر فيها 22 لعيب لحراسه المرمى احمد الشناوي والمهدي سليمان في خط عيسى ابراهيم حسن محمد فاروق اريك تراوري عبدو لوملا وفي الهجوم جون انتواي ومحمد او دودو الجباس وعمر العيوني.